مرحبا يا شباب، اليوم عندنا سكودا موديل 2017-2018. حنجيكم طريقة برمجة الزجاج نكسات. طبعا النكسات برمجة مانيوال، عند الضغط على الزر ضغطة طويلة يقوم برفع الكزاز الزجاج. طريقة برمجة الزجاج طريقة مانيوال يدوية عن طريق أزرار الزجاج. نفتح السويت ورفع الزجاج الأربعة مرة واحدة 10 ثواني، ننتظر 10 ثواني. وتنزيله مرة أخرى 10 ثواني، ننتظر 10 ثواني. ما اترك ايدي زي هيك، اغلق السويتش، نضغط على ان الايد الخاصه بالمفتاح. طب احنا نضلنا ضاغطين، حنفتح الفتح. مع الضغطة طويلة هنا الفتح، تتجاهل عن التسكير، نضغط على الفتح. هذا زر الفتح وزر التسكير، نلاحظ نزول الزجاج. تمام، عندنا طريقتين. اول طريقة عن طريق الفتح، بضغط على زر الفتح، بضلني ضاغط على الكبسة 10 ثواني، بعدها 10 ثواني على الفتح، طيب يا شباب عملنا السيارة واحدة، فينا برضو كمان السيارة نفس المشكلة، برضو سكودا موديل 2017-2018. لو انا ضغطت ضغطة طويلة لازم ينزل الكزاز، لاحظ نفس المشكلة عند الكزاز بضله متوقف. منه هنفك الغطايا، فك بلا الغطايا، فكها. نفس الفكرة، حط المفتاح في السويت، هتأكد من اتجاه التسكير، يعني صار عندي فاتحة، هروح على الاتجاه وضلني ضاغط مع ضغط 10 ثواني لعند الكزاز نزل.
بعديه 10 ثواني على الفتح، بضلني ضاغط عند الله طلع القزاز، طلع عند القزاز تفوتين ورسيب المفتاح، بضغط ضغط طويلة، بضلني ضاغط ما ضبطش في الحالة هذه عندي، بروح انا للسويتش بضلني ضاغط على مفتيح الزجاج، بفتح سويتش، مفتوح عندي السويتش، بضغط على الأربعة مع بعض 10 ثواني، بنزل برضه 10 ثواني مع بعض، بسيب ايدي كده، بسكر السويتش، بفتح بسكر، بضل ضاغط، كذا برمجة الزجاج للسيارات السكودا موديل 2017 و2018. ماضينا شباب، هنقوم الان بالتسكير، هيطلع الاربعة مع بعض كده، هفتح هينزل الاربعة برضه نفس مع بعض، تمام كده 100 100. يعني عندنا طريقتين، اول طريقة عن طريق السويتش، وثاني طريقة عن طريق رفع الزجاج مفاتيح الزجاج 10 ثواني لفوق و10 ثواني لتحت. هنقرب كمان مرة كده، هضلني ضاغط، هفتح. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.